السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أب يضحي بحياته لإنقاذ ابنتيه من الغرق بمرسى مطروح بمصر، بلع مية البحر. خليكم معانا طبعا عشانهم، خليكم معانا لما نشوف الخبر. مغامرة خطيرة لا يخوضها سوى رجل تتعلق روحه بابنتيه، كانتا تصارعان مع الأمواج العاتية وعمليات السحب السريع للرمال من تحت قدميهما على شاطئ أم الرخ في مرسى مطروح. دون تفكير أو تردد ألقى والد الفتاتين محمود عوض البالغ من العمر 45 عام بنفسه لإنقاذهما، ونجح في دقائق قليلة من في مهمته عندما حمل ابنتيه على رأسه فوق المياه في مشاهد تحبس الأنفاس لزوجته وابنتي شقيقه وشقيقته اللتين رافقتها في تلك الرحلة التي عم الحزن فيها بموته غريقا بعدما أنقذ فلذتي كبده. مشاهد مفجعة ترويها ابنتاه لجريدة الوطن، والحزن والحسرة يعتصرهما. بابا مات بدل مننا، كان بيشيلني على راسه فوق المية عشان يبعدنا عن موجة السحب السريع، وفضل يقاوم لحد ما طلعنا، بس مات علشان شرب مية كتير ورئته اتملت بالمية وشرحت طلباتها السنوية العامة. شرحت طلباتها السنوية العامة ابنة المتوفي مشاهد مروعة عاشتها هي وشقيقتها وقت وجودها في المياه بعد أن فوجئتا بعمليات سحب سريع داخل المياه، وعندما حاولت الهروب منها فلم تتمكن وقت وجود والديهما على الشاطئ. وفي لحظات وجد والدهما أسفت قدميهما يحملهما على رأسه خوفا عليهما من الغرق 3 دقائق تحت الأمواج. وبحسب رواية الفتاتين أن والدهما محمود عوض بقى يقاوم المياه لمدة 3 دقائق حتى نجح في إخراجهما من المياه، وبعدها سقط على الأرض مجهدا من كثرة المياه التي دخلت في جوفه وملأت الرئة، وظل لمدة 30 دقيقة حتى وصل إلى أقرب مستشفى، لكنه كان جثة هامدة بسبب عدم وجود أي أطباء إغاثة داخل بقرية أم الرخم السياحية بحسب رواية الفتاتين أو حتى مسعفين. بقاء لله، ربنا يرحمه ويجعله من الشهداء يا رب. شكرا لكم. ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد.